بناخد الاول نوع من انواع البروتون ان ام ار سبيكتروسكوب. قلنا المره اللي فاتت ان البروتون نيوكليير ماجنتيك ريزونانس، قلنا ان احنا هنا بنتعامل مع الاتومز، بناخد الاول نوع من انواع البروتون ان ام ار سبيكتروسكوب. قلنا المره اللي فاتت ان البروتونز بتشتغل كانها ماجنت، فبيحصل لها سبيننج، ولما بيحصل البروتونز اللي هي بوزيتيف تشارج سبيننج يبقى متوقع ايه؟ متوقع ان يبقى لها ماجنتيك فيلد. فالماجنتيك فيلد ده بيخليها تبقى يا اما رايت او ليفت، يبقى ليها تو سبيننج ريت ستيتس. تمام؟ فلو انا عملت ابلكيشن للماجنتيك فيلد من بره يبقى يا اما هتبقى ويز يا اما اجينست. الكلام ده باعتبار ان مفيش الكترونز حواليها. طب دور الالكترونز اللي حوالين البروتونز ده ايه؟ بيبقى لها شيلدنج او دي شيلد. القصه دي حكيناها المره اللي فاتت، انا هطلع منها بحاجه واحده بس، ان البروتونز بتختلف حسب الالكترونز اللي بتحطها. يعني مثلا الاو اتش اللي هنا اللي انت شايفها دلوقتي، اعمل لك انوتيت عشان تشوف اللي انا بكتبه. تمام. طيب فلو انا عندي مثلا CH3OH اللي هو الميثانول، يبقى انا عندي اربع بروتونز. طيب ايه انواع البروتونز اللي موجوده طبقا للايه؟ الالكترونيجاتيفيتي بتاعه الاتومز اللي اتاتش للH. هتلاقي ان الH اللي على الO هتختلف من الH اللي على الكربون. الثلاثه الH اللي على الكربون دول زي بعض، يبقى كده اتعلمنا ان مش كل البروتونز زي بعض، والبروتونز اللي زي بعض اتفقنا انهم هيطلعوا في نفس المكان. فانا بالنسبه لي في الميثانول مثلا عندي نوعين من البروتونز. ما احنا الوقت ده بنستخدمه بس عشان نظبط مع الناس نشوف الصوت والكلام ده، لكن احنا ما بدأناش المحاضره. عبد حسني حاضر، انا برضو مستني لما ايه العدد يكتمل. يعني احنا وصلنا 53، فمتوقع ان في ناس ما دخلتش. طب انا عايز اسمع رايكم لغايه دلوقتي، الصوت عندك ايه والصوره عندك ايه احوالها؟ ماشي يا جماعه، يعني عشان اعرف اتابع معاكم. بس قبل ما نبدا، انا متوقع ان اول محاضره هتبقى الناس في الاول بتظبط الصوت والصوره والكلام ده. خلينا نعرف ان اهم حاجه في ال NMR دي طبعا المحاضره الثانيه، فانت حضرت الجزء الاولاني. ايه اسرار السبيكتروم؟ السبيكتروم فيه اربع اسرار مهمين لازم تعرفهم. لازم اول ما تمسك السبيكتروم بتاع النمر تطلع الاربعه دول. كل ما تبقى شاطر فيهم كل ما هتقدر تتعرف على السبيكتروم وتميز الاستراكشر وتقدر تعرف معلومات عنه. اول معلومه، انت عندك كام سيجمنت؟ عندك كام بيك؟ 2 بيكس يبقى عندك نوعين من الهيدروجين، 3 بيكس يبقى عندك ثلاث انواع من الهيدروجين، وهكذا. يعني لو عندي 10 بروتون وعندي نوعين من الهيدروجين مثلا، زي مثلا 9 بروتون زي بعض وواحد زي مختلف، يبقى انا عندي نوعين اللي هي بنقول عليها ايكويفالنت بروتون ونون ايكويفالنت بروتون. دي اول كلمه اللي هي النمبر. ايه هي النمبر بتاع البروتونز؟ تاني حاجه، كل بيك اولا كم بيك عندي، وكل بيك فيها ايه؟ كم بروتون؟ ده هنشوفه بعد شويه. طيب تاني حاجة، كل بيك فين اللوكيشن بتاعها او الكيميكال شيفت اللي بنقول عليه؟ بيك تظهر عند واحد، بيك تظهر عند اثنين، بيك تظهر عند ثلاثة. طب وايه معنى الكلام ده؟ لما الاقي البيك ظهرت عند واحد معناه ايه؟ عند اثنين معناه ايه؟ عند ثلاثة معناه ايه؟ كل ما تقدر تحدد تفهم اللوكيشن بيديك ايه من معلومات، كل ما تطلع بمعلومات من الاسبكتر. تالت حاجة الانتنسيتي. الانتنسيتي نقصد بيها كل بيك فيها كام بروتون. يعني لو بيك عند اثنين فيها ثلاثة بروتون، إذا دي ميثايل، في الغالب ميثايل. بيك فيها اثنين بروتون يبقى دي ميثايلين CH2. بروتون واحد ممكن تبقى OH، ممكن تبقى CH، وهكذا. يبقى الانتنسيتي أو الانتجريشن دي برضه هنتعلم إزاي نطلعه من السبيكتروم. تالت حاجة السبليتنج. السبليتنج يعني كل بيك ظهر إزاي؟ في بيك ممكن تظهر شارب سنجلت، وهنشوف يعني ايه الكلام بعد شويه ده، وبيك تظهر سبليتد. فانت عندك اربع اسرار، واحنا هناخدهم سر سر، وهناخد كل واحد منهم وازاي نطلعه من السبيكتروم. اول ما نشوف السبيكتروم نطلعه ازاي، وهنتدرب على كل حاجه منهم واحده واحده زي ما اتفقنا. تمام؟ يعني مثلا لما نبص
السبيكترم دوت، وده ما فيهوش ارقام وما فيهوش حاجه، انا بدربك بس على انك تعرف كام بيك، والكلام ده اخر حاجه قلناها في المحاضره اللي فاتت. طيب قبل ما ننقل على السلايد الثاني، يا ريت اعرف هل واضح قدامكم الامور؟ سمعتوا الصوت؟ اتحسنت الاداء ولا لسه؟ لسه برضه الصوت حلو في السلايد بقى. فين السلايد بقى؟ ما احنا عاملين له شير يا بطل. مش شايفين السلايد ولا ايه؟ ثواني شوفوا تاني، نعمل لك السلايد تاني. معلش نغير السلايد اللي كانش موجود كده. شفت السلايد ده؟ طيب السلايد اللي فات اهو، هنعيد الكلام تاني ونبدا بقى خلاص، بس بعد ما تقولي لي الاخبار ومش هنقف بقى ان شاء الله. يعني كده الامور ايه اتظبطت عند الناس. فعندنا في الـ NMR اربع اسرار: النمبر واللوكيشن، نمبر اوف بيكس واللوكيشن والانتنسيتي والسبلتنج. تمام، كل ما تقدر تطلع كل ما تقدر تطلع النمبر اوف بيكس من السبيكترم، كل ما تطلع تفهم البوزيشن ده بتاع البيك ليه ظهر هنا، كل ما تقدر تتعرف على النمبر اوف بروتونز في اتش بي، كل ما تقدر تشوف السبليتنج وتقدر تفسره، ده هيدي لك سبيكترم في الاخر. نبدا باول سبيكترم بس. تمام، السبيكترم ده بتاع الميثانول. لما تشوف الميثانول عندك 4 بروتونز، الاربعه الزرق دول عباره عن البروتونز اللي على الكربون، والبروتون الاحمر دوت اللي على الاكسجين. لما تبص على على السبيكترم هتلاقي 3 بيكس، 2 كبار اهم، واحده على الطرف خالص. احنا اتفقنا اللي على الطرف على اليمين دي خالص دي ايه؟ دي التي ام اس او الريفرنس. يبقى انا عندي في المركب ده 2 بيكس، يبقى عندي كام نوع من البروتون؟ تايبس بروتون. تمام، 2 تايبس بروتون. ايوه كده، مين اللي شاور لنا؟ حلو كده تمام. يبقى ده اول حاجه. تاني، شكل البيك زي ما انت بتشوف كده، البروتون الاحمر بيك عباره عن ايه؟ بيك صغيره، والبروتونز الزرقاء 3 فبيك كبيره. هم لو انت تبص عليهم، هل انت شايف ان ما دام عدد البروتونز كتير في البيك يبقى لازم تبقى اطول، ولا يبقى مساحتها اكبر؟ مساحتها اكبر طبعا. ماشي يا شباب. طبعا فانا عندي في اللي احنا شايفينه على السلايد بتاع الميثانول ده ابسط نوع. طيب قلنا اول بيك هي مين؟ هي اول بيك صغيره خالص، هي التترا ميثال سيلين. ايه التترا ميثال سيلين؟ ده السيلين بيبقى عليه اربع ميثال جروبس، الاربعه اكيد ايكويفالنت، يبقى هيبقى صغير، اصغر كميه منه هتظهر، دي اول حاجه. تاني حاجه، الاربعه ما دام ايكويفالنت يبقى مش هيظهر فيري سمول سنجل بيك لو انت حطيت كميه صغيره. بس انت لو ملاحظ الكربون متصل بسيليكون، يبقى بالتالي السيليكون مش هياخد الكترون كلاود من الكربون، وبالتالي الكربون مش هياخد من الهيدروجن، ولذلك الهيدروجن بتاع تترا ميثال سيلين بيبقى النصت شيلد، يعني هو اكتر واحد على اليمين، عشان كده اعتبرناه هو الصفر. واي بروتون تاني هيبقى اقل منه في الالكترون كلاود، يبقى هيظهر بعديه. تمام، ومن هنا جت كلمه كيميكال شيفت. كيميكال شيفت يعني سوري، كيميكال شيفت يعني مكان البروتون هيظهر فين على السبيكترم. الكيميكال شيفت بتاع تترا ميثال سيلين بيبقى زيرو، يعني بنعتبره هو الاصل، هو الريفرنس. واي بروتون تاني اكيد الالكترون كلاود هتبقى اقل منه، ده طبعا في اغلب الاحيان مش في كلها، فهنا بنسميه كيميكال شيفت من التترا ميثال سيلين، يبقى هيظهر بعديه. تمام، طب شيفت ده بنعبر عن الشيفت بايه؟ بالبارت بالملي. يعني هنقول ان لو مثلا البروتون ظهرت عند واحد، يبقى هي ظاهره واحد بارت من البليون على شمال التترا ميثال سيلين. اثنين، يبقى اثنين بارت بالمليون، بي ام. ثلاثه وهكذا. تمام، طيب السكيل دوت بيفرق من نوع الجهاز؟ لا مش بيفرق، يعني الجهاز اللي فيه ماجنت سترونج خالص برضه هيبقى نفس الديفرنس في الكيميكال شيف. طب ما الماجنت القوي ده هيديني ايه؟ هيديني ريزولوشن.
ريزولوشن عالي، يعني هشوف البيك بريزولوشن عالي، زي ما يكون عندك كده كاميرا وبتصور بيها صوره، كل ما الريزولوشن يعلى كل ما التفاصيل تبان، لكن مش هتغير مكان الايه الصوره. فبنفس الطريقه الكيميكال شيفت ما بيتغيرش، بس بيتغير الريزولوشن بتاع الايه البيك. يبقى اول حاجه اتكلمنا عنها اللي هو equivalent number of peaks. البروتونز اللي موجوده في المركب لو في مثلا 10 12 20 وتيفر مش كلهم equivalent، فيهم equivalent وفيهم non equivalent، وهندور دلوقتي بعد شويه على يعني ايه equivalent ويعني ايه non equivalent. فدي اول حاجه تعرف كم بروتون في كم بيك في المركب او كم سيجنال. طيب ايه اللي ياثر على مكانه؟ ايه اللي يخلي بروتون يظهر عند 2، بروتون يظهر عند 3، بروتون يظهر عند 4؟ اول عامل مؤثر هو الالكترون نيجاتيفيتي. وانا السلايد اللي انت شايفها دلوقتي لما تبص دقق فيها وكبرها واعمل زوم ان عليها كده هتلاقي ايه؟ هتلاقي اول مثال هو الميثان، الميثان سي اتش 4. سي اتش 4 الكيميكال شيفت بتاع البروتونز دي كام؟ شايفينها 0.2 يعني هي 0.2 من التترا ميثال سيلين، يعني قريبه جدا من التترا ميثال سيلين. طب ليه الكلام ده؟ لان البروتونز دي متصله بكربون، الكربون مش متصل باي حاجه، فبالتالي البروتونز عليها الكترون كلاود عالي، يبقى قريبه من التترا ميثال سيلين. شوف بقى ايه اللي حصل لما شلنا اتش واحده وحطينا السي ال، ايه اللي حصل؟ هتلاقي ان السي ال دي سحبت الكترونز من الكربون، وبالتالي الكربون سحبت الكترونز من البروتون، يبقى البروتونز اللي على في الحاله دي اقل في الالكترون كلاود، يبقى نقول عليها دي شيلد، او هتبقى شيفتت شويه كمان من الايه؟ من التترا ميثال سيلين، بدل ما تظهر عند بوينت 2 المكان الطبيعي بتاعها تلاقيها وصلت لغايه كام؟ شايفين؟ لغايه 3. طب لو شلنا 2 بروتون وحطينا 2 كلور يبقى انا كده بزود الايه؟ الكترون نيجاتيفيتي بتاعت الكربون، وبالتالي بتزيد الالكترون اللي بتتاخد، سوري بتاخد الالكترونز اكتر من البروتون، يبقى بالتالي متوقع انها تبقى شيفتت اكتر من اللي قبلها. ولذلك الدايكلوروميثين البروتونز بتاعته يظهروا فين؟ يظهروا عند 5.3. تمام؟ طيب لو شلت 3 اتش وحطيت كده تيترا كلور يبقى انا كده خليت الكربون هايلي الكترونيجاتيف، وبالتالي تسحب الالكترونز من على البروتون، بالتالي البروتون ده يبقى دي شيلدد خالص، الالكترون كلاود عليه قليله خالص، يبعد لغايه ما يوصل ل 7.2، وده الكلوروفور. طيب لو شلنا الاربعه بروتون خلاص مفيش بروتون، مش هيظهر له حاجه، يبقى لان ال ان ام ار اللي احنا بنتكلم عليه بيظهر لي كل البروتونز اللي في المركب. وبالتالي لغايه دلوقتي احنا ايه اللي اتكلمنا فيه؟ اول حاجه النمبر اوف بيكس، انا لما يبقى عندي بروتونز هل البروتونز كلها تظهر مع بعض؟ لا. طب مين اللي يظهر مع بعض ومين اللي يظهر مختلف؟ كله حسب الايكويفالنت والنون ايكويفالنت. الايكويفالنت بروتونز هيظهروا في نفس البيك، النون ايكويفالنس في بيكس مختلفه. طب ايه اللي يحدد دون ايكوفلنت ولا ايكوفلنت؟ الالكترون كراود، اول عامل الالكترون كراود اللي حوالين البروتون. لو هم زي بعض يطلعوا زي بعض. يعني مثلا عندي سي اتش 3 سي اتش 2 او اتش، ده الايثانول صح ولا لا؟ سي اتش 3 سي اتش 2 او اتش، عندي كام بروتون هنا؟ عندي ستة بروتونز، ثلاثة على الكربون الأولانية سي اتش 3، اثنين على الكربون الثانية، واتش على الأو. يبقى انت متوقع ان الاتش اللي على الاو هيختلف عن اللي على الكربون، وحتى اللي على الكربون اللي هي سي اتش 2 هتختلف عن السي اتش 3، لكن الثلاثه بتاع سي اتش 3 زي بعض، ليه؟ متصلين بنفس الكربون، ليه متصل بنفس الكربون، متصل بنفس الاو، يبقى متعرضين لنفس الظروف. يبقى انا عندي ثلاثه بيكس، يبقى من هنا بعرف النمبر اوف بيكس. نمبر اوف بيكس يعني النمبر اوف ايكويفالنت بروتونز او نون ايكويفالنت بروتونز. تمام؟ الثلاثه الاولانيين زي بعض، الاثنين الثانيين في الاثنين. احنا لازلنا في اول جزئيه، يبقى احنا قلنا في اربع اسرار في النمار. السر الاول ان انت تعمل تعرف على نمبر اوف بيكس ايكويفالنت ولا نون ايكويفالنس. السر الثاني ان انت تعرف الكيميكال شيفت. قلنا اول عامل ياثر على الكيميكال شيفت هو الاندكتيف افكت او الالكترونيجاتيفيتي بتاعه الاتومز اللي اتاتشد للبروتون. في طبعا فاكتورز ثاني انا مش هاخد فيها دلوقتي. طيب ما نيجي نتكلم بقى على الكيميكال شيفت رافلي بيبقى فين في كل حاله. شايف التيبل اللي انا عارضه ده؟ التيبل ده بيلخص لك شويه ايه البوزيشن. يعني بيقول لي مثلا إيه؟ لو انا عندي سي اتش 3 بس جزء من الكان، يعني جنبها سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 هكذا، سي اتش 3 او سي اتش 2 او سي اتش، الثلاثه دول يا بطل، الثلاثه دول لما يكونوا جزء من الكان يبقى اخرهم من نص لواحد ونص.
عشان ما تقعدش تحفظ الارقام بتاع نفسك، من نص لواحد ونص، ده المكان الطبيعي بتاع الالكان. انا بتكلم دلوقتي على الكيميكال شيفت، المكان الطبيعي للالكان انك تلاقيها من نص لواحد ونص. ممكن السي اتش 3 تبقى اقرب للنص، السي اتش 2 تليها السي اتش، لكن هم كلهم من نص لواحد ونص. ده المكان الطبيعي. المكان الطبيعي اقصد بيه ان السي اتش 3 دي او السي اتش 2 او السي اتش متصله بالكان عادي، مش مأثر عليها اي سترونج الكترونيجاتيف اتوم ولا اي جروب تانية. طيب نتخيل ان دول بدل ما جزء من الالكان اتصلوا بحاجه تانية. اول حاله انه متصلوا باس بي 2 كاربون. اس بي 2 كاربون يعني ايه يا دكتور؟ يعني سي اتش 3 متصله بكربونيل، او سي اتش 3 هنا اهو، معلش هنحذف شويه، متصله بالكين، او سي اتش 3 متصله باروماتيك. ما هم دول الاس بي 2. الاس بي 2 عباره عن ايه؟ كربونيل او الكين او اروماتيك رينج. دول الثلاثه لو سي اتش 3 اتصلت مباشره بكربونيل او بسي او الكين او اروماتيك رينج، يبقى بدل ما من نص لواحد ونص ممكن يوصلوا لغايه 2.5. الله، يبقى هم المكان الطبيعي من نص لواحد ونص، اتصلوا باس بي 2 تسحب الثلاثه دول، ممكن يتسحبوا كلهم يوصلوا لغايه كام؟ 2.5. يبقى انا لما الاقي سي اتش 3 مكانها عند نص لواحد ونص اعرف ايه؟ يعني عند نص ولا واحد ولا 1.3 حتى لغايه كده، يبقى اعرف ان دي جزء من الكان عادي، او سي اتش 2 او سي اتش. طب لقيتها ظهرت عند 2 او عند 1.9 او عند 2.4 لغايه 2.5، ادرك ان السي اتش 3 دي او السي اتش 2 او السي اتش 2 سوري سي اتش لازم يكون جنبها ايه؟ كربوني مثلا، ممكن اروماتيك رينج، يعني سي اتش 3 زي بتاعت التولوين مثلا، هتطلع فين؟ تطلع عندنا نفس الكلام. طيب او الكين، يعني هي جنب الالكين مش الالكين نفسها. هنتكلم لغايه دلوقتي على ايه؟ سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش، يبقى توصل لغايه كام؟ لغايه الكلام اللي بقول لك عليه ده. يبقى لما يتصل ب ب ب ب سي اتش 3، سي اتش 3 تتصل ب سي سوري كربونيل او الكين او اروماتيك، يبقى ممكن تتسحب لغايه 2.5. طيب اتصلت يا دكتور ب نيتروجين، يعني سي اتش 3 او سي اتش 2 او سي اتش اتصلت بنيتروجين، يبقى بدل ما تظهر عند 2.5 ده هتسحب كمان توصل لغايه 3. توصل لغايه ايه؟ 3. يعني لما الاقيها فوق ال 2.5 عند 3 ممكن تكون السي اتش 3 دي على نيتروجين، ممكن السي اتش 2 دي تكون عليه على نيتروجين، ممكن السي اتش على نيتروجين. النيتروجين بيسحبها ممكن لغايه 3، وده شيء طبيعي، النيتروجين الكترون ويزدروينج جروب. طيب لو عدت ال 3.5 كمان او حوالي 3.5 لغايه ممكن ماكسيمم توصل ل 4، يبقى ممكن متصله بايه؟ باكسجين. يبقى الهيتيرو اتوم هتسحبها لي تحطها لي من 3 ل 4. لو كانت الهيتيرو اتوم دي نيتروجين ممكن تبقى الراوند ال 3، لو كانت لو كان سي سوري كربونيل او الكين او اروماتيك يبقى ممكن تتسحب لغايه 2.5. طيب اتصلت يا دكتور ب نيتروجين، يعني السي اتش 3 او السي اتش 2 او السي اتش اتصل بنيتروجين، يبقى بدل ما تظهر عند 2.5 ده هتسحب كمان توصل لغايه 3. توصل لغايه ايه؟ 3. يعني لما الاقيها فوق ال 2.5 عند 3 ممكن تكون السي اتش 3 اي دي على نيتروجين، ممكن السي اتش 2 دي تكون عليه على نيتروجين، ممكن السي اتش على نيتروجين. النيتروجين بيسحبها ممكن لغايه 3، وده شيء طبيعي، النيتروجين الكترون ويزدروينج جروب. طيب لو عدت ال 3.5 كمان او حوالي 3.5 لغايه ممكن ماكسيمم توصل لاربعه، يبقى ممكن متصله بايه؟ باكسجين. يبقى الهيتيرو اتوم هتسحبها لي تحطها لي من 3 لاربعه. لو كانت الهيتيرو اتوم دي نيتروجين ممكن تبقى الراوند ال 3، لو كانت وصلت لغايه الاربعه يبقى تعرف ان احنا عندنا ايه؟ نيتروجين. يبقى اول العوامل البوزيشن اللي تاثر اتصال السي اتش 3 والسي اتش 2 بايه؟ متصله بالكان عادي يبقى من نص لواحد ونص، متصله ب اس بي 2 كاربون زي الكربونيل زي الالكين زي الاروماتيك، يبقى ممكن توصل لغايه 2.5. طيب عدت الكلام دوت ودخلت في 3 ل 4 متصله بهيتيرو اتوم. النيتروجين عامه لغايه 3 اوكي، الاكسجين ممكن 3.5 لغايه 4.
انت مع الوقت بتبقى فاميليار مع الارقام دي، الامور بتمشي بالتعود. الارقام في الان ام ار مش كتيره، الارقام كلها من 0 ل 10 او 11 او 12، فبالتالي الارقام مش زي الان الاي ار مضطر تحفظ ارقام كتيره او كده او حتى تتذكرها، لان احنا اعتمدنا ان احنا مش بنحفظ. تمام. طيب الاخوه اللي مش شايفين الشاشه ممكن يفتحوا الباور، انا معطوه لكم قبل كده يعني مفيش اي مشكله. السلايد اللي احنا فيها السلايد 12 ماشي. طيب يبقى انا بدات اعرف اتعلم شيء عن البوزيشن. يبقى اول حاجه الالكان والالكين والالكين منطقتهم الطبيعيه من نص لحد نص بغض النظر عن الارقام. طيب لو اتصلت الميثايل والسي اتش 2 سي اتش بالسي بي 2 كربون يبقى ممكن توصل 2.5. السي بي 2 كربون نقصد بها مين؟ نقصد بها كربونين، نقصد بها الكين، نقصد بها اروماتيك. طب لو عدت الكلام دوت يبقى متصله باكسجين او نيتروجين، نيتروجين وصلها لغايه 3، الاكسجين يوصلها لغايه 4. الكلام ده انا بعتبر ان السي اتش 3 او السي اتش 2 او السي اتش متصله من ناحيه واحده. يعني مثلا في كربونين من ناحيه واحده، طب لو في كربونين من ناحيتين يبقى انت هتزود عن 2.5 بقى يا شاطر، يبقى هيسحب اكتر لان العمليه دي اديتيف يعني تضيف ده على ده. تمام. لو انا عندي ناحيتين يبقى هيزود اكتر، وبالتالي مثلا انت ممكن تتوقعها. يعني مثلا السي اتش 2 لو اتصلت بالكربونين هتوصل 2.5، هي كانت عند كام؟ عند من نص لواحد ونص، يعني اتزاحت واحد. يبقى لو بقى جنبين يبقى هتزاح واحد تاني، ممكن توصل 3.5 4. يبقى في حاله المكانين الشيفت هيبقى اتغير مع الوقت، انت تبدا تتوقع الشيفت، الشيفت بيوصلك فين ونوع البيك ايه. طيب ده بالنسبه للسي اتش 3 والسي اتش 2 والسي اتش، اي الايه الاس بي 2 الاس بي 3 بروتونز، البروتونز اللي على كربون اصلا اس بي 3، لما تبقى موجوده في منطقتها الطبيعيه من نص لواحد ونص، توصل 2.5، توصل ل3، توصل ل4. الكلام ده كله على مين؟ على البروتونز دي. طب الالكين والالكاين بروتونز والاروماتيك يظهروا فين؟ اول حاجه بتظهر من الكلام ده الالكاين. الالكاين بروتون عند 2.5، الالكاين بروتون عند كام؟ عند 2.5. طب الالكين بروتون من 5 ل 6. الله، انت يا دكتور مش بتقول ان العمليه الكترونيجاتيفيتي، يبقى المفروض العكس. طب دي هنشوفها بعدين في الجزء النظري، لكن عامه دلوقتي نبدا نعرف الالكاين بروتونز عند 2.5. تمام. طيب الالكين من 5 ل 6، الله، ده احنا بدانا نبعد خالص من 5 ل 6، فمنطقه مميزه شويه ما فيهاش زحمه كتير من 5 ل 6. طيب ده الالكين. طيب الاروماتيك بروتونز بيظهروا من كام؟ الاروماتيك هنا احنا كاتبينها 7.2، هي من 6 ل 9، من 6.5 ل 9. طبعا هي بتختلف على حسب التوسع في الامثله، يعني كل ما تتوسع في الامثله هتلاقيها اكتر، بس رفلي بتبقى عند 7. تمام؟ اعرفها دلوقتي من 6.5 لغايه 9 ممكن يبقى اروماتيك بروتونز. تمام؟ شايف الاروماتيك زح خالص بقى، دي شيلدت خالص. برضو ده في فاكتور تاني غير الالكترونيك، لكن على ليك ان انت تعرف. انا بتكلم دلوقتي على بوزيشن، فبقول لك يا والله لو انت مثلا ظهر عند من 6.5 ل 9، اذا ممكن تكون اروماتيك، ممكن تكون ايه؟ اروماتيك بروتون. يبقى الاروماتيك زحفت خالص بعيد عن المنطقه بتاع الالكين. طيب بالنسبه ابعد واحد في البروتونز اللي على الكربون هو الالدهيد. البروتون اللي على بتاع الالدهيد السي اتش او بيبقى من 9 ل 10. يبقى شوف ده بروتون مميز جدا بتاع الالدهيد. وبالتالي من 9 ل 10 لما الاقي بروتون اعرف ان انا عندي ايه؟ الالدهيد بروتون. كل البروتونز السابقه دي كلها كانت ايه؟ لو تلاحظ بروتون على كربون، بروتون على ايه؟ على كربون. تمام يا شباب. طيب البروتونز بقى اللي على الاكسجين والنيتروجين انت ما ذكرتهاش ليه يا دكتور؟ هقول لك، لان في حاجات بتميزها شويه بتخليها مختلفه. تمام. ايه الاختلاف اللي موجود يا دكتور؟ اول حاجه ما بتظهرش في منطقه محدده قوي، يعني في اللي فات كله بقول لك ايه، من نص لواحد ونص، من اتنين، من واحد ونص لاتنين ونص، يعني بذكر لك واحد او اتنين. اما البروتون اللي على هيتيرو اتوم على اكسجين او نيتروجين، المنطقه بتاعته بتبقى واسعه خالص، وده اكيد انت ممكن تتوقعه. السبب ايه هو؟ انه بيعتمد على الهيدروجين بوندنج، وبالتالي بيختلف من حاله لحاله. هيدروجين بوندنج كتير، يبقى بالتالي البروتون دوت مشدود من الاكسجين من هنا ومن هنا، يبقى الالكترون كلاود بتاعته هتتاثر وهكذا. هيدروجين بوند قليل، يبقى البروتون عليه الكترونز كتيره، يبقى يظهر في مكان ايه؟ شيلدد اكتر وهكذا. فهي فاريبل شويه.
يعني الالكوهولز رفلي بتبقى تحت 5، رفلي الالكوهولز تحت 5. الفينولز يعني بتبقى من 4 ل 7. طبعا الـ 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 الارقام مع الوقت السنسيتيفيتي بتاعتك بتتحسن. الامينز اللي هي البروتونز اللي على النيتروجين بتبقى تحت الأربعة او تحت الخمسة برضو، ده في حاله انها تبقى بيزك يعني زي الامينز. طب في حاله الامينز ممكن لا تلاقيها عاليه 6 و7 و8 وممكن توصل اكتر من كده و9 و10 حاجه زي كده. تمام، الرينج بتاعها واسع جدا. دي اول حاجه تميز الايه البروتون اللي على هيتيرو اتوم، اول حاجه الرينج بتاعها واسع. ليها حاجه تانية، كل البروتونز اللي فاتت بتظهر شارب الا البروتونز دي، ممكن تظهر برود شويه. يعني كل البروتونز عندنا في الان ام ار شارب الا دي بتبقى برود، يبقى تاني شيء حاجه بتميزها، يبقى بتميزها مكانها انه فاريبل، بتميزها شكلها. وهنقول حاجه تانية ان هي ممكن تعمل اكس تشينج، يعني ممكن تشيلها بحاجه تاني هنشوفها بعد شويه. يبقى ده ثالثه. الحاجات دي بتخلينا نتعرف عليها بسهوله من وسط البروتون اللي على الكارب. تمام، ودي حاجة بتخلي الـ MMR ليه ميزة نوعية، يعني أنت تتعرف على الـ OH والـ NH والـ NH2 من ضمن الـ إيه البروتون. طبعًا بعد شوية لما تفهم الـ MMR وتبدأ تحل المسائل، لازم تستخدم كل المعلومات اللي قدامك، يعني لما أديك فورميولا مثلًا ما فيهاش ولا أكسجين ولا نيتروجين، تقول لي في بروتون على هيترو أتوم؟ هي ما فيهاش أصلًا أكسجين ولا نيتروجين، يبقى تشيل من دماغك التوقعات دي. طيب مين بقى أبعد بروتون ممكن يقابلك لغاية دلوقتي؟ هو البروتون بتاع الكربوكسيل، وده من 10 فما فوق، يعني يعدي ال 10. يبقى انت عندك في كل ما بيحصل ديشيلنج البروتونز بتبقى مميزه. تمام يا شباب، انا كل ده بتكلم في ايه؟ في البوزيشن، وده اكتر كلام ممكن يتقال. البوزيشن اول كلام قلناه ايكويفالنت ونون ايكويفالنت، والمحاضره اللي فاتت اتدربنا قدرنا نتعرف على البروتونز لما تطلع مع بعض وما تطلعش مع بعض. المره دي بقى بنتعرف على ايه؟ المكان. سر المكان يقول لي ايه؟ الكيميكال شيفت يقول لي ايه؟ لما الاقي، يعني انا دلوقتي عايز اسمع الناس واشوفهم رايهم بقى، واكتب لي الشيفت. ماشي يا شباب، اكتب لي دلوقتي هقول لك وانت فكر. لما اقول لك مثلا في بروتون ظهرت عند 2.5 احتمالاتها تكون ايه؟ حد كده يكتب ورينا شطارته اذا كنتوا سامعيني. ها ظهر بروتون واحد، انا ما قلتش اكتر من واحد، بروتون واحد عند 2.5 احتمالاتك تكون ايه كده؟ فكر. ما حدش كاتب يعني في المحاضره ولا ايه؟ الكاين. ماشي، ناس قالت ان ده سي اتش بتاعت الكاين كويس، بس كده. يبقى انت ايه؟ الكان متصل بجروب اس بي 2. تمام، ايوه كده يا رحاب، شاطر وعز. تمام، معلش في ناس برايفت انا بقولها، ماشي مش هقول يعني بيبو. رواق اس بي 2، اس بي 2 ايه يا رواق؟ اس بي 2 اتسلف ولا حاجه متوصله بالاس بي 2؟ يعني هي سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش، احنا قلنا واحده بس يبقى سي اتش، متوصله بالثلاث حاجات دول ماشي، لكن مش الحاجات دي. يعني ما اقولش ده الالكين او الاروماتيك اتسلف، لا انا بقول السي اتش اللي متوصله بالثلاثه دول. الله ينور عليك، الله ينور عليك. تمام، يبقى السي اتش متوصله بالكلام دوت، تظهر عند 2.5، او الالكاين سي اتش نفسها. يبقى بدانا نتعلم نطلع من البوزيشن والباقي الحاجات دي. يعني انا ظاهر لي سي اتش او اتش واحده ظهر عند 2.5، فانا قدامي احتمالين، اما انها تكون دي اليفاتيك سي اتش بس متصله بايه؟ باس بي 2 كار، او سي اتش بتاعت الكاين. طب الشاطر يقول لي لو انا عندي سي اتش 3 يعني 3 بروتونز اهو عند 3، يبقى احتمال يكون ايه؟ ما احنا بنتعلم نطلع نفسر الكيميكال شيفت، ايه الاحتمالات؟ عند 3 مفيش حد بيشارك ليه؟ طيب متصله بنيتروجين، شاطره شاطره يا رنا. تمام، في كربونيل سي اتش 3 عند 3، لا 3 ما تبقاش كربونيل، لا تبقى ان اتش متصله بنيتروجين. تمام، طب لو وصلت لاربعه ممكن تكون ايه؟ الكربونيل على سي اتش 3 على الكربونيل عند 2.5، شاطر. تمام، طب لو وصلت لاربعه تبقى ايه؟ ما احنا مش هننقل من سيكريت لسيكريت، اللي زي ما يعني على الاقل الناس تبقى ايه معانا فيه يعني، فاهم؟ تمام، اوكسجين، الله ينور عليكم.
بالتالي البوزيشن ممكن يتيح لي ان اتعرف على مين جنب مين، بس مش كل حاجه سهله تتعرف. واحده واحده هناخد، هنضم المعلومه من هنا على المعلومه من هنا على المعلومه من هنا، نلاقي نفسنا عرفنا ايه اسرار السبيكترم اللي عندي. طبعا طيب، يبقى اول سر قلنا اربع اسرار. اول سر equivalent to non-equivalent. السر الثاني chemical shift. انا شرحت chemical shift بسرعه، لكن احنا نستخدمه ما تقلقش، وهنقعد كل شويه نستخدمه، كل ما نبص على سبيكترم وبعد شويه هنبص على سبيكترم. طب الثالث، فناخد مثلا ال OH وال NH. زي ما قلنا الكيميكال شيفت depends on concentration depends on hydrogen bonding، وفي حاجه اسمها البروتون اكستشينج هنقولها بعد شويه. طب نبص على اول سبيكترم. شايفين السبيكترم اللي في سلايد 14 اللي هو ايه؟ احنا كاتبين الاستراكشر قدام CH3C دبل بوند OOH زي ما انت شايف. لما تبص على الاستراكشر من غير ما تبص على السبيكترم هتشوف الاتي، هتشوف ان انت عندك كام بروتون؟ أربعة. طيب كام بيك؟ اثنين. لازم يكون الثلاثه اللي على السي اتش بتاع السي اتش 3 زي بعض، والاو اتش ايه مختلف. بص كده هتلاقي السي اتش 3 بتاعت الاسيتيك اسيد ظاهره عند كام؟ عند اثنين. الله، وزي ما انت شايف بيك كبيره كده. اما بتاعت الاسيد ظاهره عند اوفست ايه؟ اوفست 2.5، يعني بعد ال 10 دي ب 2.5، يعني عند كام؟ 12 ونص. يبقى البروتون الاسيديك جدا، وده شيء طبيعي متصل باكسجين يعني انسحب منه الالكترونات، يبقى دي شيلدت خالص. طبعا الصفر اللي هو التي ام اس. طيب يبقى انا اول حاجه البوزيشن لما الاقي سي اتش 3 اهي عند 2 بدات اقول الله، يبقى هي مش مكانها الطبيعي، يبقى متصله بايه؟ اس بي 2 كاربون، وهنا في الحاله دي كربونيل. البروتون اللي يوصل ل 12 ونص ده هيكون ايه؟ بروتون بتاع اسيد. يبقى انا اتعرفت. طيب بعد شويه كده لما تبدا تشطر هنحط الاي ار مع الام ار. هي دي صعبه التعرف في الاي ار؟ لا اظن صح، كربوكسيل سهل التعرف، بس لما تحط دي مع دي انت كده ايه بدات كمان تعمل انتجريشن لمعلوماتك. طيب نشوف السبيكترم اللي بعد كده عشان نتعرف يعني ايه بوزيشن. اول حاجه هلاقي انا مره نبص على السبيكترم على الاستراكشر ونبص وبعد كده نطلع منه الداتا، او نبص على السبيكترم. لو بصينا على الاستراكشر انا عندي كام بروتون كلهم توجذر؟ 8 CH3 CH2 CH3. كام واحد ديفرنت وكام واحد سيميلر؟ الاقي ال CH3 دي الثلاثة دول زي بعض والثلاثة دول زي بعض، بس هل الثلاثة دول زي دول؟ لا طبعا، لان ال CH3 دي متصلة باكسجين لكن الثانية متصلة بكربونيل، يبقى اكيد البروتونز دي هتبقى شيلد اكتر من دي، او على الاقل معلوماتك دلوقتي ان البروتونز دي هتبقى مختلفة. طيب ال CH2 اللي في النص هتختلف عن الاثنين، صح كده؟ طيب انت قلت لنا يا دكتور ال CH3 وال CH2 وال CH لما يكونوا الكان، جزء من الالكان، يبقى من نص الكان لواحد ونص. الله، ده كلهم طلعوا بره الواحد ونص، يبقى كلهم ايه؟ حصل لهم شيفت اكتر. طيب انا عندي كام بيك هنا في ال في الان ام ار سبيكترم؟ ثلاثه، يبقى عندي ثلاثه بيكس، وانا عندي فعلا ثلاثه جروبس، ثلاثه جروبس اوف بروتونز. لما تبص على اول مجموعه هتلاقي عندي كام؟ على يعني ناحيه التي ام اس هتلاقيها عندي اثنين وشويه، ودي سي اتش 3. طيب اخر واحده عند اربعه او تحت قبل الاربعه بشويه سي اتش 3 برضه، بس ايه؟ انت قلت لنا يا دكتور السي اتش 3 هتزاح توصل لاثنين لغايه اثنين ونص لما تكون متصله باس بي 2 كارب. ايوه اهي كلامنا سليم، وبالتالي اول بيك دي بالنسبه لي هي السي اتش 3 دي. طيب السي اتش 3 اللي على الاكسجين دي قلت لنا يا دكتور ممكن من 3.5 ل 4، اهي من 3.5 وصل لغايه 3.7 3.8. طب السي اتش 2 في النص، هنا جنبها كربونيل وهنا جنبها كربونيل، كربونيل واحده منهم توصلها ل 2.5، طب والثانيه جابتها ل 3.5. يبقى كده بدات اتعلم من الكيميكال شيفت. بس يا دكتور ده عشان الكلام ده عشان الاستراكشر قدامي والسبيكترم قدامي، ما احنا في الاول بيبقى كده، بعد كده هنشيل الاستراكشر ونحط لك الاسبيكترم او العكس. تمام؟ فمعلش في الاول واحده واحده نتعلم. يبقى لما تبص للسبيكترم للاستراكشر هتلاقي 3 بيكس، بص للسبيكترم 3 بيكس، يبقى احنا ماشيين صح. اول سر عرفناه ان انا عندي 3 بيكس، 3 نون ايكوفلنت بيكس. تمام؟ تاني سر اللي هو البوزيشن، لما الاقي واحده عند 2 وحاجه وواحده عند 4، دي عرفتها انها متصله ب CH اس بي 2 كاربون، ودي عرفتها انها متصله بايه؟ باكسجين. طب اللي في النص دي او اللي هي عند 3.5 او 3.6 هي دي سي اتش 2، ايه اللي وصلها لكده؟ ببساطه انت قلنا سي اتش 2 مكانها الطبيعي من نص لواحد ونص، اتصلت ب اس بي 2 كاربون، يبقى تطلع عند كام؟
عند 2.5 اقصاها، فبتصلت من الناحيه الثانيه بالكربونيل برضه، يبقى واحده بتشد من هنا واحده بتشد من هنا، واحده بتقلل الالكترونز على البروتونز من هنا واحده بتقلل الالكترونز على البروتونز من هنا، يعني بالتالي البروتون ده يشيل اكتر، وصل لغايه 3.6، رغم الاثنين ما قدروش يتعدوا مين؟ سحبه الاكسجين، فبدات تتعدى. تمام؟ طيب ناخد واحده ثانيه، بس الثانيه هنقول حاجه زياده بقى. يبقى اللي فات معانا الناس فاهمه اول سرين، وبعد كده ندخل في الثالث والرابع. تمام يا شباب؟ الناس معانا؟ الشباب ايه الاخبار؟ ادي اوكي. اوكي ماشي يا شباب. طيب ندخل بقى في اهم الخطوه الثالثه، ان انا لما ابص في السبيكترم احيانا السلايد رقم 16، لما ابص في السبيكترم بعرف ازاي ان البيك دي فيها 3 بروتون او 2 بروتون، بعرف العدد البروتونز ازاي؟ يعني لما تبص في السبيكترم اللي هو في سلايد رقم 16 هتلاقي عندك 2 بيكس 2 سيجنالز، يبقى انا عندي نوعين من البروتون. طيب يا دكتور، في واحده كبيره خالص اللي عندي واحد وحاجه، واحده كبيره صغيره شويه عندي 3 وحاجه، لكن انا اعرف العدد منين؟ الجهاز هنا بقى بيقول لي ان انا هحسب لك المساحه بتاع كل بيك، لان مش الطول بتاعها هو المعيار. اما ايه المعيار اللي بيحدد عدد البروتونز؟ هو مساحه البيك. طب انا هقيسها ازاي؟ ده بيك بتبقى صغيره قوي قوي، مثلث صغير قوي قوي، ضيق من القاعده وطويل جدا، الجهاز بيحسبها. طب هيحسبها لي ويديني المساحه ولا يعمل ايه؟ سامعين كده يا شباب؟ معلش الانترنت ممكن يكون بطيء عندكم شويه. تمام. الجهاز هيحول النسب بتاعت المساحات الى اطوال. لما تشوف الانتجريتور الازرق ده، الازرق ده هتلاقي ايه؟ هتلاقي الخط ماشي الازرق لغايه ما جت البيك وبدا يطلع لفوق، وبعد كده مشي بعد كده عادي لغايه ما جت البيك الثانيه اللي هي عند واحد وبدا يعلى لفوق. لما تبص هو جاب لك الطول بتاع البيك بتاعت الانتجريتور بتاع المسطره الزرقاء، هتلاقيها كاتب لك 2 بيسز للاحمر و6 بيسز لمين؟ الازرق، يعني 2 سنتيمتر طول البيك الخط الازرق، والبيك الثانيه 6، الله، يبقى 2 الى 6، يعني طول دي سوري مساحه دي الى مساحه دي بنسبه 2 الى 6، بنسبه 1 الى 3. ولما تبص على الاستراكشر، بص على الاستراكشر بقى، انا عندي البيك الاولانيه فيها كام بروتون؟ 9، والثانيه 3، طب ما دي نسبتها ايه؟ 1 الى 3. يبقى القلم الازرق بيديني نسب تعبر عن عدد البروتونز. ازاي تعبر عن؟ يعني لو بنسبه 1 الى 3 يبقى لو قست الطول ده بتاعها هنا وهنا هتلاقي 1 الى 3. طيب العمليه دي صعبه يا دكتور، الاجهزه دلوقتي ما بتسيبهاش للموضوع ده، بتدي لك اصلا المساحه بالرقم، او بتديك لو انت اعتبرت مثلا، انا قلت له والله خلي بالك البيك الصغيره دي انا اعتبرها 3 بروتون، يقول لي على طول يبقى الثانيه 9. يبقى لو انا عرفت بيك واحده منهم او اعتبرتها بروتون بقدر اتعرف على الباقيين. الموضوع ده هنتدرب عليه ازاي احسب الانتجريشن في المسائل، عشان ما نطولش بس في الايه؟ في الكلام. اللي يهمني هنا اطلع بيه من هنا من ايه؟ ان الانتجريتور بيحسب المساحه بتاع كل بيك ويحولها لي الى طول، وبيحتفظ بنفس النسبه، يعني لو دي نسبه 1 الى 1 الى 3 يبقى نفس النسبه. فبالتالي بعرف منها عدد البروتونز، يعني لما يكون عندي مثلا دي 2 سنتي فيها 3 بروتون، يبقى كل ايه؟ كل سنتي فيه بروتون ونص، يبقى هنا لو 6 سنتي يبقى 9 بروتونز، وهكذا. بنحسب منها عدد البروتونز. لما نبص على المثل اللي بعده بنشوف اكتر ده بنسميها الانتنسيتي او الانتجريشن، اللي هو في سلايد 17. الناس شايفه السلايد على الشاشه ولا ايه؟ الناس شايفه السلايد على الشاشه يا شباب؟ سلايد 17؟ مش شايفينه ليه؟ نعمل له سلايد شير. ماشي احيانا بيفلت. ماشي معلش. طيب كده تمام.
اه كده تمام اخيرا. ماشي يا عصمان، وانا هي طفلت لوحديها. ماشي تمام يا شباب، معلش هي اول محاضره. انا احتمال اغير اللعب اصلا، اول محاضره بتاخد سبيتش شويه، بعد كده تبقى تمام. ماشي سلايد 17. يبقى لغايه دلوقتي احنا اتكلمنا على البوزيشن وعلى الايكوفلنت والنون ايكوفلنت، عايزين نتكلم على الانتنسيتي. لما نبص على السلايد اللي قدامك دلوقتي هتلاقي ايه؟ هتلاقي الاتي، هتلاقي ان انت عندك 1 2 3 4، 4 بيكس. يبقى انا عندي 4 بيكس في المركب دوت، تمام؟ بص على اول بيكس صغيره خالص، هتلاقي الانتجريتور الازرق، القلم الازرق اهو ماشي بيحسب لك المساحه. طيب حولها لطول، قال لك ان الطول بتاع الخط الازرق هنا نص سنتي. طيب البيك دي الطول بتاع الخط الازرق هنا هو كام؟ سنتي. طب وهنا؟ سنتي ونص. طب وهنا 3. افهم من كده ايه؟ افهم ان نسب عدد البروتون اللي هنا الى اللي هنا ده نص ده. يعني لو هنا بروتون واحد يبقى هنا كام؟ 2 بروتون. لو هنا دول 2 بروتون يبقى ده 4 وهكذا، واللي هنا قده 3 مرات، واللي هنا قده 6 مرات. يعني نسب البروتونز في البيك دي نص الى 1 الى 1.5 الى 3. لو اعتبرت النص سنتي ده يكافئ بروتون يبقى البيك دي فيها كام؟ بروتون. طب دي فيها 2 بروتون، طب دي يبقى فيها 3، طب دي يبقى فيها 6. يبقى انا كده من هذا الكلام قدرت اتعرف على عدد البروتون في كل ايه؟ بيك. انا عندي 4 بيكس، في بيك عندي 1 و3 من 10 مثلا، وفي بيك عندي 2 و2 من 10، في بيك عندي 2 و8 من 10 او 7 من 10، وفي بيك عندي 3 وكام؟ و8 من 10. عندي 4 بيكس. ابدا بقى طلع لي الاسرار. اول حاجه انا عندي 4 بيكس، 4 بروتونز مختلفين. تاني حاجه البوزيشن بتاعهم، واحد عند 1 و2 من 10، بتتوقع ان دول هيكونوا ايه؟ بروتونز بتاع الكان عادي جدا. احنا قلنا معاه لغايه 1.5، يعني ممكن وما دام دول 6 بروتون، اتفقنا دول 6 وادي هنا اهو كام؟ 3، وادي هنا هو 2، وادي هنا 1. 6 و3 و2 و1، وادي هم لما تبص على الاستراكشر الستة دول زي بعض، الثلاثة دول زي بعض، الاثنين دول زي بعض، وادي واحدة مختلفة. يبقى فعلا عندي 4 بيكس على الاستراكشر اهو، 4 بيكس في السبيكترم اهو. طيب الستة بروتونز دول ليه ظاهرين عند 1.2؟ لأن هم زي بعض وعلى كربون عادية. طب ليه ما ظهروش عند نص؟ عند واحد؟ يعني أنت حضرتك قلت لي من نص لواحد ونص. إيه اللي خلاهم جابوا آخر الواحد ونص؟ عشان الكربون دي متصل بأكسجين. بدأت تعرف كمان إن العملية إيه؟ متعدية لأكثر من إيه؟ آتوم. تمام؟ المهم إن هم في المنطقة الطبيعية، ولذلك هم متصلين بكربون اس بي 3 عادي جدا. تمام؟ طيب ال سي اتش 3 اللي بعدها ظهر عند 2.1 من 10، احنا قلنا مين اللي يوصل السي اتش 3 2.1 من 10؟ لازم تكون متصله بايه؟ باس بي 2 كارب. اهي فعلا متصله باس بي 2 كارب. طب يا دكتور ما السي اتش 2 متصله باس بي 2 كارب، ليه ظهر ابعد شويه؟ ظهر عند 2.8 من 10. عشان الكربونه دي متصله باكسجين، هي اقرب للاكسجين. يبقى شوف الاكسجين ليها تاثير شويه، سحبتها بدل 2.5، بس طبعا عشان هي بعيده تاثير قليل، وصل لغايه 2.8 من 10، ادي السي اتش 2. طب اللي ظهر عند 3.8 اتش واحده، قلنا دي ايه؟ الاو اتش، يبقى الالكوهوليك ممكن تبقى تحت 5. تمام؟ يبقى انا هنا اهو لما ابص انا اتعرفت على انواع البروتونز ايكوفلنت ونون ايكوفلنت، دي اول واحده، بدات اتعلم واخد خطوات افهم البوزيشن، مش بس كده الانتنسيتي اعرف كل بيك فيها قد ايه. يبقى احنا ثلاث اسرار قلنا هنتعلم عليه. اول تعليم لينا هو الموضوع ده دلوقتي، ان احنا نعرف نطلع بعض الداتا في وجود الاستراكشر والسبكترا. بعد كده هناخد تدريب اعلى شويه، نشيل الاستراكشر او نشيل السبكترا ونقول لك توقع الاسبكترا. تمام؟ طيب ايه اللي بعد كده يا دكتور؟ لو تلاحظوا اللي هو السبليتنج انا خليته للاخر، لان ده هيدي لك معلومات اضافيه. دي حاجه. ثاني حاجه محتاج برضه ايه؟ شرح شويه. انت لما تبص للبيكس اللي هنا كلها ايه؟ سنجلت بيك صغيره كده، بيك مش مقسومه. ايه مقسومه دي؟ يعني البيك ظاهره واحده بس، السته بروتون كلهم طالعين ايه؟ سنجلت كده. امال ايه؟ في ظاهره اسمها السبين سبليتنج، دي هنشرحها كثيوريتيكال لوحديها، لكن على الاقل ممكن تفهمها من غير الايه؟
الثيوريتيكال بيز بتاعها. طيب نشوف اللي هي ايه. كل اللي فات لو تلاحظ البروتونز كانت سيبريتد عن بعضيها، يعني مثلا ايه السي اتش 3 دي جنبها كربون ما عليهاش بروتون، سي اتش 2 دي جنبها كربون ما عليهاش بروتون، والكربون الثاني برضه ما عليهاش بروتون، سي اتش 3 وسي اتش 3 كربونز ما عليهاش بروتون، ولذلك ما بيحصلش اي تاثير للبروتون ده على البروتون ده. السبليتنج بقى بيقول لي اذا كان في اذا كان في بروتونز على كربون جنب بعض هيبدا ايه؟ يأثر على بعض ويغيروا شكلهم. تمام؟ لان دي ماجنتس جنب بعض. انت متخيل فاكر وانت صغير كنت تحط ماجنتس جنب بعض فلما تيجي يبدا يتاثروا اول ما يقربوا من بعض. نفس القصه. ازاي يا دكتور؟ بص كده انا عايزكم تفكروا. المركب اللي عندي دوت يا ترى ظاهر عندكم في الشاشه؟ مش متأكد. تمام. لما تبص هتلاقي انه اللي هو في سلايد عشان الناس اللي بتتابع من السلايد اللي هو سلايد 19. تمام. المركب ده عباره عن سي اتش بي ار 2 جنبها سي اتش 2 بي ار، يعني انا عندي كربون عليها 2 بي ار و1 اتش اللي هي الخضراء، وكربون عليها 2 اتش و1 بي ار. الله، يبقى في كام بيك هنا؟ نوع 2. بص كده عندي دي ادي بيك وعندي دي ادي بيك، يبقى 2 بيك صح. بس بص البيك الخضراء دي ظاهره ايه؟ ظاهره متقسمه الى 3 حتت. طب والبيك الثانيه متقسمه الى 2. الله، ايه اللي خلى دي تظهر 3 اللي هي الخضراء؟ ايه اللي خلى البيك الحمراء تظهر 2؟ ايه اللي قسمها؟ هو ده السبليتنج. السبليتنج ان انا دي البيك اللي هي الحمراء اللي انت شايفها دي ظهر 2 سبليتد الى 2. ليه؟ لان اللي جنبها 1 بروتون ديفرنت. الله، 1 قسمها الى 2. طيب الثانيه الخضراء ظهرت 3. ليه؟ لان جنبها 2 بروتون. معنى الكلام ده ايه؟ يبقى انا لو جنبي 2 بروتون هظهر انا كثلاث قطع. وانا لو جنبي 1 بروتون يظهر 2. يبقى ازاي اتعرف على السبليتنج؟ ازاي احسبه؟ ازاي اتوقعه؟ قال لي بص على البروتون اللي انت عايز تشوفه السبليتنج بتاعه ايه؟ يعني بص على الاحمر كده، حط ايدك عليه. خبيه. جنبه ايه من على الشمال او على اليمين؟ جنبه 1 بروتون، يبقى ضيف عليها 1. 1 زائد 1 تساوي 2، يبقى يظهر دبلت. يبقى اول كلمه اتعلمناها بدل ما كان سنجلت، بدل ما تظهر بيك واحده هيتقسم. انا هشرح الجزئيه النظريه دي بس لوحدي عشان ما نضيعش ايه حبل افكار. يبقى لو انا عايز اعرف البروتون بيكس هتظهر شكلها ايه، اشوف اللي جنبها. هي نفسها الحمراء اهي المفروض تطلع عند 4، طالع عند 4 بس طالع دبلت. طالع دبلت ليه؟ عشان جنبها بروتون واحد. 1 زائد 1 يبقى 2. طب بص على الخضرة نفسها، غطي الخضرة كده بايدك. الخضرة دي 1 بروتون، انا ما يهمنيش عددها كام. طب اللي جنبيها ايه؟ 2. يبقى 2 زائد 1 يبقى تظهر تريبلت. وهنا بيبدا البروتون بيتاثر باللي جنبه، زي اي مغناطيس بيتاثر باللي جنبه. عدد الماجنتس اللي جنبه هتحدد هو يظهر ايه؟ يعني انا كبيك اظهر كام؟ اقول لك شوف اللي جنبه، جنبي 1 بروتون اظهر دبلت، جنبي 2 بروتون اظهر تريبلت، جنبي 3 بروتون اظهر كورتت. واحنا بنستهجى بنكتب الكلام ده الى حروف، يعني السنجلت اس، الدبلت دي، التريبلت تي، الكورتت كيو، عشان ايه؟ نوفر طريقه التعبير. وادي تفسيرها اهي عشان تعرف، يعني انا مش عايز اخوض في تفسيرها لكن ادي بسيطه جدا كده اهو. انا عايز اشوف الحمراء دي تظهر ايه؟ هيقول لي الحمراء دي جنبها بروتون، صح؟ ما هو البروتون ده ليه حالتين، ممكن يبقى معاها وممكن يبقى ضدها، ده اللي بيقسمها الى 2. يبقى اللي خلى البروتون اللي هي الاحمر دي ظهرت كده ان انا ايه؟ جنبي 1 بروتون، ال 1 بروتون ممكن يبقى معايا في الماجنتيك فيلد او ضد في الماجنتيك فيلد، يبقى يقسمني الى 2. طب ما نشوف الحاله الثانيه. الله، انا كبروتون احمر اهو، انا لوحدي لو ما فيش حاجه جنبي هظهر سنجلت. الله، طب ولما يبقى جنبي 2 بروتون
عندي ثلاث حالات، اما الاثنين بروتون يبقوا في نفس الاتجاه مع الماجنتيك فيلد الابلاي، يا اما العكس الاثنين بروتون ضد الاتجاه، يا اما واحد مع يا اما واحد ضد، ودي حالتين. ولذلك هتلاقيها سبليتد الى ثلاث اجزاء والجزء اللي في النص ايه كبير، وهنشوف النسب بتاعته، بس النص اللي في ده عمليه السبليتنج او الكابلنج انا بشرحه الاول بطريقه مبسطه وبعد كده نعمق عشان نتوش. يبقى انا البيك بتظهر حسب عدد البروتونز اللي جنبها، لو مفيش عدد بروتونز جنبها تظهر سنجلت، طب لو في 1 بروتون دبلت، طب 2 بروتونز وهكذا تريبلت، 3 بروتونز كورتت. انا بتكلم على من جنب واحد، دي اسهل the simplest way. تمام، يبقى انا لو في 0 بروتونز هتظهر سنجلت، لو 1 بروتون تظهر دبلت، والنسب دي نسبهم يعني واحد الى واحد نسبه البيكس لما بتتقسم. تمام، 2 يبقى تظهر تريبلت. وهنرجع للبتاع ده، الرول دي اسمها ان بلس 1، يعني شوف لي عدد البروتونز اللي نون ايكويفالنت جنبي وايه وضيف عليهم واحد كده انا هظهر. طبعا دي ذا سمبلست، احنا هنبدا بالسمبلست وبعد كده هنتعمق في كل سيكريت من السيكريت بتاع الان ام ار نشرحه النهارده سمبل، وبعد كده الحضره اللي بعديها هناخد ايه اعمق شويه عشان الامور تبقى سهل. طيب ادخل بقى يا دكتور وشرح لي، اشرح لي الامور تمشي ازاي. بص المركب ده مين؟ ده الايثايل بنزين. انا عندي فيه او عندي ايثايل جروب، انا عايز ابص على الايثايل جروب. بص الايثايل جروب سي اتش 3 يا دكتور والسي اتش 2، سيبك من الاروماتيك دلوقتي، السي اتش 3 والسي اتش 2 يظهروا فين؟ السي اتش 3 جزء من الفاتيك بارت ولا لا؟ يبقى تحت الواحد ونص، الله، يبقى هي دي السي اتش 3. طب السي اتش 2 الله ده متصل باس بي 2 كاربون، يبقى تظهر عند كام؟ وسط اهي 2.6. تمام؟ يبقى دي سي اتش 2. والاروماتيك يا دكتور انت قلت لي عن 7 وكذا، 7 وكذا اهي فعلا. تمام؟ الناس معايا؟ يبقى اول حاجه البوزيشن، وثلاثه وعندي ثلاثه انواع بروتون، اهي ثلاثه انواع بروتون، يبقى ده الثاني. طب الانتجريشن، بص كده قال لي دي 5 بروتون، لما تيجي تشوف الطول هتلاقي قد ايه الاثنين دول مع بعض، ودي 2 ودي 3، يبقى كده انا قدرت اتعرف هنا 3 بروتون، هنا 2 بروتون، وهنا 5 بروتون. وهرد اربع كلام تاني. طيب بص الايثايل بتظهر ازاي؟ الله، لو ركزت تمام هتلاقي الايثايل دي السي اتش 3 ظاهره عباره عن ايه؟ تريبلت 1 2 3. طيب السي اتش 2 اللي عند 2.6 لو كبرتها لك هتظهر كورتد 1 اهي 1 2 3 4. دي عامله زي مين؟ زي الشوكه. الشوكه دي ثلاثيه والشوكه دي ايه؟ رباعيه. دي على طول اول ما تلاقي التريبلت وكوارتت واثنين بروتون وثلاثه بروتون وانت مغمض بتدي لك انديكيشن انت عندك ايه؟ في اتش 3 سي اتش 2. طب ليه يا دكتور؟ ليه سي اتش 3 هنا اهو ظاهره تريبلت وليه سي اتش 2 ظاهره؟ انا ببسطها لك، حط ايه صباعك كده على السي اتش 3. جنبها ايه يا باشا؟ جنبها سي اتش 2، يبقى اذا هتظهر ايه؟ 2 زائد 1 تريبلت، يبقى السي اتش 3 نفسها تظهر تريبلت، وده اللي واضح قدامي. طب السي اتش 2 حط ايدك عليها كده هتلاقي جنبها ايه؟ سي اتش 3، يعني 3 زائد 1 يبقى كورتت. يبقى كده بدانا نتعلم. الله، طيب يبقى السي اتش 3 في الاسال بنزي بتظهر تريبلت والسي اتش 2 تظهر كورت، والعكس صحيح، لما الاقي سي اتش 3 ظهر تريبلت يبقى جنبها ايه يا بطل؟ سي اتش 2. ظهر دوبلت يبقى جنبها ايه؟ سي اتش. يبقى السبريتنج بيقول لي مين جنب مين، وهنا ده اللي هيعمل لي الكونكشن. يعني انا عارف ان عندي سي اتش، عندي سي اتش 3 وعارف ان عندي سي اتش 2، هل هم جنب بعض ولا بعيد عن بعض؟ لو جنب بعض يبقى لازم تظهر تريبلت وايه وكورت. طب لو مش جنب بعض كانت تظهر دي سنجلت وسنجلت. يبقى السبليتنج بيديني فكره عن مين جنب مين. طيب ناخد الفيدباك بتاع الناس عشان نعرف احنا فين. ايه الاخبار يا شباب لغايه دلوقتي؟ حد فاهم حاجه؟
ناخد ريست. ازاي ما تاثرش على سي اتش 2 سبليتنج؟ ما دي حكايه هنحكيها. احنا قلنا السبليتنج انا خدت لكم ذا سامبلست ماشي يا شروق، لكن كل واحده هناخدها برضو من المحاضره الثانيه بس ديبر شويه. زي ما بيقولوا، ما انت ما بتعلمش العمر راح، بتاخد خطوه خطوه. احنا بنوريك الكونسبت الاول، يعني ايه سبليتنج النهارده اللي لازم تطلع بيه، او يعني نفسي تطلعوا بيه، يعني ايه كيميكال شيفت، يعني انت اول محاضره ان مار لي، يعني ايه بوزيشن يا دكتور، يعني ايه كوفلنت ولا ايكوفلنت، يعني ايه سبليتنج. حتى لو انت مش مدرك كل حاجه هتلاقي نفسك المحاضره الجايه تلقط على طول. المحاضره الجايه نقول نمسك كل واحد بقى واحد واحد كده، ونمسك سبيكترم ونشوف هنطلع منه ازاي. تمام يا دكاتره؟ كاننا في محاضره. كويس، حاجه حلوه ولا حاجه وحشه يا نهار؟ ما هو ده الريست يا شباب، مش ده اللي متعودين عليه ولا ايه؟ نفتح لكم الكلام، نسمع صوتكم بس واحده واحده كده، ولا نكمل؟ نكمل. طيب كملوا انتوا بقى. ماشي، انا عندي استعداد اعيدها مره واثنين وثلاثه طول. ماشي، قول. في ناس عايزه تتكلم، لان انا مش هقدر اعرف رايكم الا اذا سمعتكم. طيب معلش، هو برضه اول محاضره مش هتبقى بيرفكت متاكد، بس ايه رايكم صح في المنفي اللي ورا ده؟ طيب تمام، احنا كلنا اتنفينا بسبب الكورونا، نعمل ايه؟ طيب اتنفينا يا فادح. حاضر، انا هرفع ال معلش، انا بظبط برضه زيكم الزوم، انا مش بتعود عليه قوي، بس انا شايف ان هو اسهل واحد يعني. ماشي يا عبد، كلنا بنتعلم يا عبد، ماشي كلنا بنتعلم، مفيش مشاكل. انا بس مش قادر اخد الفيدباك، انا عايز هاخده على فلاسكاي على الاقل عشان تشجع بيه. تمام، دي مش البيرفكت بس دي جود ستارت بالنسبه لنا، ما اعرفش بالنسبه لكم. موضوع السكاشن ماشي، دي عايزه بس انها في القسم، بس احنا في اتجاه ان شاء الله، ما فيش حاجه بتتكرر الا في القسم. اللهم صل. هو كده كده الاجازه اللي اتاخدت دي حلوه، دي تحاصر العدوى شوية، بس في النهاية انت كده كده هنحتاج الاونلاين لغاية ما تعدي موجة كورونا، ودي هتاخد وقت طبعا، فدي حل مؤقت ولكنه بيوقف العدوى، مهم جدا، ولو اتأخر اكتر من كده ما كانش هيبقى لازم. ربنا المستعان ويحمينا كلنا. سلامتكم دول اهم حاجة عندي واهم حاجة عندنا، مش عايزين نخاطر بحياتنا وحياة الناس، واحنا عندنا حلول تحت ايدينا. حل الانترنت موجود، ممكن يكون متعب شويه في الاول لكن بعد كده يبقى سهل ان شاء الله. اللي انا بطلبه منكم بقى، يعني من المحاضره الجايه هسمح لكم كلكم بالتسجيل، توصلها لزمايلك سواء بالشيرنج، سواء
طبعا انت المحاضره هتبقى بالنسبه لك افضل عشان قاعد في البيت بتاخد راحتك، مع الوقت برضه هتعرف امتى تبعت الفيديو تبعتوش بدل ما هي، عشان كده انا ما سمحتش للناس بالتسجيل احيانا في الاول ان تبقى في اخطاء وكده. تمام، تسجلتي؟ طيب كويس، سجلتي يا احمد؟ ماشي، ناكل من غير الدكتور ما يشوفنا وانا ما لعبتكم. طيب لو فيش حاجه للدكتور برضه. ماشي، طيب الريست خلص، ندخل على اللي بعد يا ابطال. ندخل. انا الفاكر ما اعرفش والله يا عم. طيب ننزل ال نبدا الريست خلص يا شباب عشان بس وقت ال نبدا على بركه الله. طيب انا بقى مش هتكلم، عايز اشوف رايكم في اللي انا عارضه دلوقتي. دي مين دي؟ ايه المجموعه اللي انا عارضها دلوقتي؟ انا طبعا سايب الاروماتيك مش هنتكلم عليه، ناخد اللي بعده. معلش سوري، الاروماتيك طبعا دكتور ما اتكلمش عليها ليه؟ لان هنقولها بعد كده. طيب بص كده بقى، المجموعه دي الايزوبروبايل، دي اكزامبل تاني عشان اعلمك السبليتنج. شوف ازاي حصل السبليتنج. اولا هو كان مجموعه، المركب اللي قدامك ده ايزوبروبايل ميثايل كيتو، كان مجموعه كده عندي، كان بروتون ست، كان ايكوفالنت ان ايكوفالنت بروتون. ستيتش 3 دي تختلف عن ستيتش 3 دي، ستيتش 3 دي تمام. ستيتش 3 اللي هي بي، ما اعرفش انت شايفينها ولا لا، اللي هي السلايد رقم 25. والستيتش 3 تاني عندي اثنين ستيتش 3 زي بعض، دول بتوع الايزوبروباي، وعندي سي اتش 3 ثانيه مختلفه عنهم. يبقى انا عندي مجموعتين من السي اتش، واحده 6 بروتون زي بعض وواحده ايه مختلفه. طب السي اتش دي مختلفه غيرهم خالص، يبقى توتالي انا عندي ثلاث مجموعات بروتونز، واحده فيها 6 بروتون، واحده فيها 1 بروتون، واحده فيها 3 بروتونز. تمام، لما تبص كده على القلم الازرق اللي هو في الانتجريشن، اول واحده هنا اهو عندها مكتوب 1 بروتون، الثانية 3 بروتون، والثالثة 6 بروتونز. يبقى النسب فعلا 1 إلى 3 إلى 6، لو قستها بالطول هتلاقي نص سنتي إلى 1 وهكذا يعني. إلى نص سنتي إلى، هسيبها كده. لكن أنا كاتب لك البروتونز عددهم على طول، 1 إلى 3 إلى 6. يبقى هما فعلا ده البروتون، ده الثلاثة الـ CH3، ودي إيه؟ الستة بروتونز. طيب يا دكتور أنت قلت لنا الكيميكال بوزيشن سهلة تقام ستراكشر. لما نلاقي الاثنين سي اتش الستة بروتونز دول جنبهم سي اتش عادي اس دي 3، يبقى مكانهم فين يا دكتور؟ من نص لواحد ونص. اه بص كده، الله، الستة بروتون طالعين عند 1.1، يبقى كلامنا صح. يبقى ده دليل ان انا ايه دول الستة بروتونز. طب السي اتش 3 الثانية دي يا دكتور جنب الكربونيل، يبقى متوقع انها تطلع عند كام؟ عند لغاية 2.5، فعلا طلع 2.2. طب السي اتش دي من ناحية هنا جنب الكربونيل، ومن ناحية هنا جنبها 2 ايه سي اتش 3، بس ايه ده؟ ده طالع عن 2.5. ايه اللي خلاها اعلى من السي اتش 3؟ يعني ايه اللي خلى دي اكتر من دي؟ عامة لو انت هترتب السي اتش 3 والسي اتش 2 والسي اتش، هتلاقي السي اتش ايه اكتر واحدة دي شيلد، دي ليها سي اتش 2 وليها سي اتش 3. يبقى السي اتش نفسها تبقى دي شيلد شوية عامل ايه الباقي، وده مش فرق كبير، مش مشكلة، لان ظروف الاستراكشر ممكن يغير لك الترتيب. طيب لما تبص بقى على، يبقى اول حاجه النمبرز او الايكوفالنت ونون ايكوفالنت، ثاني حاجه البوزيشن، احنا ماشيين بالاربع اسرار. السر الثالث بتاع النمار السبليتنج، الاولى ظاهره دبلت اهي، مكبرها لك على اليمين اهو، الاولى اللي هي عند 1.2 ظاهره دبلت. الله، دبلت يبقى جنبها السته بروتونز دول جنبهم كام بروتون يا دكتور عشان تظهر دبلت؟ شيل واحد، اه يبقى جنبها بروتون واحد. بص كده السته جنبهم بروتون واحد، سليم. طيب الثانيه اللي عند 2 وحاجه ظهر سنجلت، الله، يبقى ما جنبهاش اي بروتون، فعلا السي اتش 3 دي ايه؟ ظهر سنجلت. طب الثالثه اللي عند 2.6 ظهر، بص يا دكتور دي مالتبلت، ايه كلمه مالتبلت دي؟ يعني اكتر من اربعه، بس انا ممكن اعدهم لك. بص كده يا دكتور دي السي اتش دي، طب هي جنبها كام؟ اه هنا دي حاله جديده، ده جنبها من هنا 3 بروتون ومن هنا 3 بروتون، ودول ايكوفالنت، يبقى اعتبرهم كانهم من جنب واحد،
يبقى 3 زائد 3 زائد 1. يبقى دي اسمها دي تاني حالة تقول لي عليها دكتور، لما يكونوا الجنبين زي بعض، اللي فات كان جنب واحد بعد كده جنبين زي بعض، 3 زائد 3 زائد 1 يبقى 7. عدهم كده اصغر حتة صغيرة خالص ادي 1، بعدها 2، بعدها 3، بعدها 4، اللي في النص خالص دي الكبيرة 5 6 7. لما تبص على التكبيرة بتاعتها تظهر لك 7، ستت يعني 7، رغم ان اللي على الجنب بيبقوا صغيرين خالص. واحنا قلنا السبليتنج هنشرح ازاي النسب بتتفاوت كده، يعني تبقى ازاي من على الجنب صغيره وفي النص كبيره كده، هنقولها دي بس مش النهارده. تمام، يبقى ستت، يبقى ظهر 7، ده دليل ان جنبها ايه؟ 6. بس انا دكتور ممكن ما اشوفهاش كده الا اذا كبرتها. ايوه مش هتشوفها الا اذا كبرتها، مش هتاخد بالك، ممكن تضيع عليك اللي من الجنب ده، بس انت متاكد انها طالعه مالتيبل، يبقى جنبها اكتر من 3، اكتر من 3 بروتو، يبقى هي. يبقى اول حاجه المكان الايكوفالنت ومان ايكوفالنت، المكان والسبليتنج. بدات اعرف يعني ايه دبلت، يبقى يعني ايه سنجلت ويعني تريبل. يبقى المجموعه بتاع الايزوبروبايل دي على فكره زي مجموعه الايثايل كده، فاكر الايثايل شوكتين، شوكه ثلاثيه شوكه رباعيه، الايزوبروبايل برضه سهله التعرف ازاي، شوكه منهم اكيد ثنائيه دبلت لان جنبها سي اتش. طب السي اتش دي تظهر ايه؟ مالتيبل، لان لو جنبها حاجه تانية هتخليها اكتر، بس هي ايه؟ لو مفيش حاجه جنبها تبقى سباعيه سبتات. الايزوبروبايل بتعرف لما تلاقي 6 بروتونز مثلا كده وانت مغمض دبلت، يبقى جنبهم سي اتش. تمام؟ يبقى دي من البروتونز الايه؟ المشهوره. يبقى السبليتنج اوف ايزوبروبايل جروب. طيب معلش هنعدي السلايد دي مش هنتكلم عليها دلوقتي. بس نتكلم على سلايد رقم 28، شايفينها يا شباب؟ بص عندي ده مركب ايه ده؟ معلش الصلاة. مركب اللي هو ايه؟ CH3CH2O CW بوند O NH2. لما تبص عليها تلاقي عندك كم مجموعة بروتونز؟ 1 2 3. CH3 وCH2 لوحدها مختلفة والـ NH2. طيب انت يا دكتور قلت لي CH3 دي متصلة بـ SB3 كربون عادية، افتكر الكان عادية، يبقى جزء من الالكان العادي يبقى اخرها 1.5. طبعا هي يعني ما عدتش 1.5 بس جابت اخر السايد، ليه؟ عشان بعدها اكسجين، خليك ناصر. يبقى طيب دي اول حاجه البوزيشن. طب السي اتش 2 شفت جابت 4 يا بطل. طبعا ايه اللي خلاها يعني وصلت كمان 4؟ عشان الكربونيل كمان. طب ايه ده؟ ايه الشكل دي؟ انا عمري ما شفت دي هامب. عارف يعني ايه هامب؟ برود. مش انا قلت لك البروتون اللي على هتير اتوم بيختلف عن البروتون اللي على كربون؟ قلت لك ده شار وده ممكن يبقى برود، وهنقول عليه اختلافات تاني بعد كده. برود يبقى دي مين؟ دي ال NH2. ولما تبص للانتجريشن هتلاقي دي 2، اللي بعدها 2، واللي بعدها فعلا 3. يبقى انا عندي كام مجموعه؟ 3. 3 بيكس. طيب مكانهم ده اكسبريشن طبيعي عن الاستراكشر؟ انا لغايه دلوقتي بنربط الاستراكشر مع السبيكتر، بعد كده نبقى ايه نصعد الامور ونشيل الاستراكشر. تمام؟ طيب ادي دي، يبقى 3 بيكس، البيك الاولاني عند 1 من 10، البيك الثاني عند 4، الثالث عند 5. الله، اللي عند 5 دي دي انيديك، ولذلك قلت لك هتعدي دي ان اتش 2 بتاعت امايد. طب السي اتش 2 دي ظاهره ايه بقى؟ عند 4 مكانها الطبيعي اللي احنا فاهمينه. سي اتش 3 عند واحد اقل من 1.5، ده مكانها الطبيعي، فهي جزء من الكان. طيب السبليتنج بقى، لما تبص عند ال 1.2 لما تكبر شويه كده هتلاقيها تريبلت، يعني ظهر ايه؟ 3. 3 يبقى جنبها ايه؟ سي اتش 2. فعلا اهي كونستراكشن سي اتش 2. طب السي اتش 2 ظهر ايه؟ كورتت. ده الشوكه الثلاثيه والشوكه الرباعيه خلصت. سي اتش 3 سي اتش 2 انت مغمض، ما هي ظهرت رباعيه عشان جنبها 3 اتش. طب ال ان اتش 2 ظهر ايه؟ برود سنجلت، مفيش حاجه تعمل لها سبليت، فظهر سنجل بس برود. وبرود دي ليها اسباب تاني. تمام؟ اللي على هتيرو اتوم قلنا ممكن تظهر برود، ده ممكن تختفي اصلا زي ما هنشوف بعد شويه، ممكن ما تبانش يعني. تمام؟ ندخل في اللي بعده يا شباب ولا ناخد فيدباك؟ اي اسئله؟ اي اسئله على السبيكترم؟ احنا 3 اسرار قلناهم لغايه دلوقتي، السر الاول ايه؟ الايكوفالنت والنون ايكوفالنت، مين بروتونز هيظهروا مع بعض ومين هيظهروا لوحديهم. تاني حاجه السر التاني ايه؟ الكيميكال شافت. السر التالت
السبليتنج سوري الانتجريشن، والرابع السبليتنج. طبعا احنا واخدين المينيمم في كل واحد لغايه دلوقتي ماشي. بالنسبه للانتجريشن في ناس مش عارفه تظبطها، دي احنا لما نيجي نحل هندي لك مثال يظبط لك القصه دي، ما فيش اي مشكله يعني يعلمك ازاي تحسبها. بيقول السي اتش 3 هتظهر سنجل جنبها ان اتش 2 يا دكتور؟ طيب لو جنبها ان اتش 2 لا. طيب سترونج اور ويك الويف؟ ماشي نعيد السلايد تاني. ماشي السلايد 28 هنقولها تاني. حاضر ولا ندي مثال تاني احسن؟ ماشي ندي مثال. طيب بص يا شباب انا هسألكوا اسئلة كده على السلايد اللي قدامك دي، تمام؟ ايه اللي هيحصل فيها؟ خلينا في مثال قدامنا دلوقتي نفهمه، لا هشرحه وهقولك ايه اللي هيحصل لو غيرنا كذا، تمام؟ انت تتوقع وتقول. يعني انا قدامي دلوقتي الاستراكشر سي اتش اللي هو السلايد الاخيرة 28 سي اتش 3 سي اتش 2 او سي دبل بوند او ان اتش 2. كم عدد البيكس؟ سهل تعرفها دي 3. سي اتش 3 مختلف عن سي اتش 2 مختلف عن ان اتش 2 3. طب البيك الاولاني انا ببص على الاستراكشر لسه ما بصش على البيك. البيك الاولاني هتبقى 3 بروتون، الثانيه تبقى 2 بروتون، الثالثه تبقى ان ايه 2 بروتون، تمام. الان اتش 2 هتظهر سنجل يا دكتور ليه؟ ما فيش حاجه جنبها. السي اتش 2 جنبها 3 بروتون اللي بتظهر كورتد. انا الكلام ده بتكلم على الاستراكشر ما بصيتش على الايه الاسبكتور. طب السي اتش 3 يا دكتور؟ الله لما احط صباع عليها الاقي جنب ايه 2 اتش يبقى تظهر تريبلت. يبقى انا من الاستراكشر اقدر اقول ان المفروض يبقى عندي 3 بيكس السي اتش 3 والسي اتش 2 والان اتش 2. الان اتش 2 ظهر سنجلت او بروت، السي اتش 2 تظهر المفروض يا دكتور كورتت، والسي اتش 3 تظهر ايه تريبلت ده السبليتنج. طب المكان يا دكتور السي اتش 3 المفروض تبقى تحت 1.5، السي اتش 2 اخرها 4 يعني 3.5 ل 4، الان اتش 2 تعدي 5. يبقى ده البوزيشن دي متوقعه من الاستراكشر. السلايد يا مروه اللي انا بتكلم عليها 28 مش عاملين لها شير ولا ايه يا شباب؟ مش ظاهر عندكم السلايد؟ السلايد مش ظاهر عندكم؟ طيب تمام. طيب تمام، فكده انا من الاستراكشر عرفت. خلاص هنخلص يا شنود. هنقفل خلاص. النت قطعت معاك ولا ايه؟ طيب انا جعان يا دكتور. حاضر يا عم نطلب لك دليفري دلوقتي. مكانك فين يا احمد؟ لا باقت ايه يا شنوده؟ احنا قلنا واي فاي شنوده، احنا من الاول قايلين. انت طالع على جمل ولا طالع على قط؟ ده محاضره يا شنوده كده هتفلس الحاج. ماشي احنا عندنا 3 بيكس، يبقى احنا توقعنا مكانهم من الاستراكشر بتاع. نبص على السبكترم نلاقي الكلام ده. طب لو انا خبيت عنكم السبكترم اول حاجه تتخيلها ايه؟ هتبص على خبيت عنك سوري استراكشر، بص على سبيكترم كده اول حاجه تقول لي انا عندي 3 بيكس، في واحده تحت ال 1.5 اذا دي اكيد جزء من الالفات، في واحده عند الاربعه عباره عن 2 بروتونز تبقى سي اتش 2 او وانا مغمض، والثانيه برود وهامبل بتاعه في ان اتش 2 وفي ان يبقى ان اتش 2. هتقول لي دي تريبلت، سي اتش 3 ظهرت تريبلت يبقى لازم جنبها ايه؟ سي اتش 2 والسي اتش 2 ظهر كورتت يبقى جنبها سي اتش 3. واي فاي اللي بيخلص يا عم الحاج انت على. طب ادخل على سايبر ولا حاجه شنو معلش. تمام طب نقفل يعني ولا ايه؟ طيب انا هسالكم سؤال، لو شلت الاكسجين اللي بين السي اتش 2 والكربونيل ايه اللي هيتغير اول ستراكشر في السبيكترم؟ مصطفى ناصر ايه السؤال؟ عيده تاني يا مصطفى. لو شلت الاكسجين اللي بين السي اتش 2 والكربونيل ايه اللي هيتغير؟
ايه اللي هتبقى عند 2.5 يا مش عارف نوفالجين دي ونوفي؟ ايه اللي هيتغير؟ قول لي ايه اللي هيتغير؟ nothing احمد عبده. لا ما فيش nothing ولا حاجه يا احمد. مصطفى عنده بناء على ايه؟ الويك وسترونج هقولها لك بعدين يا مصطفى، حاضر المره الجايه. طيب يا عز السي اتش 2، يبقى مكان السي اتش التي ام اس مش هيقرب يا شروق. هم بيقربوا من التي ام اس، مين هم؟ السي اتش 2 السي اتش 3 صح، بس السي اتش 2 هتبقى عند كام يا شباب؟ نوفي صح، السي اتش 2 هتبقى عند 2.5. يبقى السي اتش 2 بدل ما تبقى عند 4 هتظهر عند 2.5. في حاجه هتتغير في السبليتنج؟ يعني في واحده تتغير السبليتنج بتاعها؟ لا. شاطر يا عبد احمد يا عبد، تمام. يبقى الاكسجين هنا هي اللي عملت شيفت للسي اتش 2، لو شيلناها وخليناها على طول متصله بالكربونيل يبقى تظهر عند 2.5 صح؟ طيب تمام، شاطرين يا اولاد. طيب ايه اللي هيحصل لو انا شلت السي اتش 2 اصلا من الاستراكشر؟ يبقى خليتها ايه؟ ان اتش 2 سي دبل بوند او او سي اتش 3. اكيد السي اتش 2 طبعا البيك بتاعتها هتختفي، ده اكيد، لكن ايه اللي هيحصل للبيك بتاع السي اتش 3؟ انت هتبدا، ما انا ببدا اعلمك من الاستراكشر تطلع السبيكترم كده. ايه اللي هيزيد يوصل 4؟ شاطر يا عزه. السي اتش 3، السي اتش 3 هتتصل بالاكسجين مباشره يبقى توصل لغايه ايه؟ 3.5 ل 4. شاطرين يا اولاد، تمام. طيب شكلها اتغير، هتفضل تريبلت، هتعلى قيمتها. شاطره يا شو، تمام، تعلى قيمتها، هتتغير الكيميكال شيفت. يبقى نقول بقى نتعلم الكلمه دي شيلدنج، يحصل لها دي شيلدنج يعني تبعد عن الايه؟ التي ام اس، او الكيميكال شيفت بتاعها يظهر عند 4 بارت بير مليون، اتعلم كده تمام، وهتظهر سنجل. شاطر يا عز، انا في ناس بتتفاعل اهو، فين باقي الناس؟ ما تخافوش يا اخوانا، اغلطوا اغلطوا معلش. احنا بنحاول نشوف الطريقه اللي تعمل تفاعل، نعلمك يعني ايه تكتب وتتفاعل، بعد كده هنعلمك اكتر من كده ان شاء الله. طيب لو انا جيت حطيت اكسجينه تاني بين السي اتش 2 والاو سي اتش 3، يعني ايه؟ بقت ان اتش 2 سي دبل بوند او سي اتش 2 او سي اتش 3، ايه اللي هيحصل؟ ال ان اتش 2 مكانها مش هتتغير، انا هغششك دي عشان ما تقعدش تضيع علي وقتك. تاني معلش اهو، بقول احط اكسجينه بين السي اتش 2 والسي اتش 3 اضافيه على الاستراكشر. رينج ايه؟ لا اديني كلام افهمه يا احمد، كلام العايم ده مش لازم. هيبانوا عند مين؟ اللي هيبانوا عند من 3 ل 4، مين هيبقى دي شيلد اكتر من الثاني يا شباب؟ يعني السي اتش 3 ولا السي اتش 2 هي اللي هتبقى ابعد عن التي ام اس؟ في ناس قالت السي اتش 3 هتظهر عن 3.5، تمام مظبوط. ماشي يا مر. بس طب والسي اتش 2 اخبارها ايه؟ اللي هتبقى من اكسجين من هنا واكسجين من هنا. هتظهر عند كام؟ ماشي، هتبقى ابعد يعني كام يعني؟ لغاية مثلا من هنا لغاية الجامعة مثلا، ولا من هنا لغاية سيتي، ولا ايه يعني؟ نتكلم بقى ارقام بقى شوية عشان نزود السنسيتيفيتي بتاعت الارقام. هي لو او واحدة بس هتخليها زي ما انت شفت الاربعة، يبقى نعدي الخمسة، تعدي الخمسة كمان. شاطر يا عزم، تعدي الخمسة، تمام. كل دوت بينمي عندك توقع البوزيشن. وبعد كده طب والسبليتنج اخباره ايه؟ هيظهروا زي ما هم؟ ماشي يا رحاب شاطره، هيظهروا زي ما هم ولا ايه؟ هيظهروا تريبلت وكورتت زي الايثايل العاديه سنجلت. شاطره يا مرو، تمام. يبقى ده يوريني ان الاستراكشر بيغير سبيكترم، سبيكترم بيبقى انديكيشن. يبقى انت عشان تعرف تتعرف على استراكشر محتاج تفهم السبيكترم، تطلع منه السيكريتس اللي انا بقول عليها. النهارده قلنا السيكريتس ببساطه، حاجات بسيطه سيمبل، المرة الجاية نتعمق أكتر وأكتر. إحنا ما اتكلمناش على أروماتيك كومباوندز صح؟ ما اتكلمناش السبليتنج في الأروماتيك كومباوندز إزاي؟ قلنا الكلام ده؟ لا. ما قلناش الهيتيرو أتوم إيه اختلافاتها التانية؟
وازاي ممكن ما تظهرش وازاي مش عارف ايه، هنقول المره الجايه. ما قلناش طبعا يعني حد من زمانكم سالني البيك بتظهر سترونج او ويك، هي بتعتمد على الانتجريشن، يعني كام بروتون موجود، لكن تظهر سنجلت وتريبلت ودبلت على اللي جنبها، تظهر فين بناء برضو على اللي جنبها، تمام؟ طيب لغايه دلوقتي احنا بناخد سبيكترم والستراكشر، ستراكشر والسبيكترم. بعد كده المره الجايه اكيد هنجيب سبيكترم من غير ستراكشر وستراكشر من غير سبيكترم ونبدا نطلع الداتا. يبقى هنعمق شويه الاربع اسرار، نقول مزيدا منها المحاضرات هتستمر في الاتجاه دوت. انت لسه هم من اربع اسرار بس بنقولهم بليفلز مختلفه، يعني نزود الليفل شويه كل شويه، على الاقل الاربع اسرار بدات تتعرف شويه بعض الحاجات. ايه اخر حته؟ طيب اعيد الشريط من الاول ولا ايه اصلا؟ وين امتى هتبقى المحاضره هنعلن عنها ولا لحين تجديد الباقه بتاعتكم؟ اول ما خبرت رابعه معاكم ان شاء الله، ان شاء الله هندخل رابعه دلوقتي. السلام عليكم، هنسلم بقى ونبدا رابعه ان شاء الله. السلام عليكم، هنعمل اندنج، اشوفكم على خير يا شباب، الله المستعان. السلام عليكم، نصلي بس العشاء. عمل ايه الحاجه بتقلب فلوس؟ فخيخه ده غير كده على الميكروسكوب.